حبيب صاحب الجلالة محمد السادس من أجل المهاجر، والمهاجر دائما له علاقة وارتباط كبير بالوطن الحبيب. ونحن كمهاجرين وكمواطنين مغاربة وكقاطنين مدينة العرائش، يعني جدنا فكرة لتكريم لاعبين كرة القدم ورياضيين، لأن جل المجموعة التي تسمى بمجموعة أحياء الزمان الرياضي إنهم مارسوا الرياضة وكرة القدم في مدينة العرائش، وعلينا أن نحيي تاريخ هذه المدينة لكي الشباب الصاعد اليوم الوطني، اليوم الوطني الذي وقعه صاحب الجلالة محمد السادس من أجل المهاجر، والمهاجر دائما له علاقة وارتباط كبير بالوطن الحبيب. ونحن كمهاجرين وكمواطنين مغاربة وكقاطنين مدينة العرائش، يعني جدنا فكرة لتكريم لاعبين كرة القدم ورياضيين، لأن جل المجموعة التي تسمى بمجموعة أحياء الزمان الرياضي إنهم مارسوا الرياضة وكرة القدم في مدينة العرائش،